إذا بتلتزم بالخطوات اللي أعطتك إياها مستحيل يطلع معك جدول أقل من ممتاز. بالفيديو هاد حعلمك كيف تعمل جدول تدريب لإلك. نأخذ مثال: عضلة الصدر مكونة من 3 أجزاء: صدر العلوي، الوسط، السفلي. حتلعب 5 تمارين للصدر بالأسبوع، كل تمرين 3 جولات صعبة. ممكن تلعبهم كلهم بنفس اليوم أو تفصلهم على يومين مع عضلات تانية، اللي هي الطريقة الأفضل. نفوت بالتمارين. عالسريع للصدر العلوي: ضغط بار مائل، ضغط دامبلز مائل، ضغط ماكينة للصدر العلوي، فتح دامبلز مائل، فتح أو تجميع كيبل من تحت لفوق. للصدر الوسط: ضغط بار مستوي، ضغط دامبلز مستوي، ضغط ماكينة مستوي، فتح دامبلز مستوي، فتح أو تجميع كيبل على مستوى الصدر، ماكينة الفتح أو التجميع. للصدر السفلي: ضغط بار عكسي، ضغط دامبلز عكسي، ضغط ماكينة سفلي، ضغط متوازي ماكينة أو حر، فتح أو تجميع كيبل من فوق لتحت. بدك تختار 4 تمرين ضغط وتمرين 1 فتح، تمرينين منهم للصدر الوسط ومن تمرين لتمرينين للصدر العلوي والسفلي. ترتيب التمرين مهم، دائما بلش بتمرينات الضغط بار او ضغط دامبلز، بعديها ماكينات الضغط، واخر اشي الفتح. اما اذا بدك تفصلهم على يومين وتحطهم مع عضلات تانية، اللي هي الطريقة الافضل، باليوم الاول تمرينين ضغط وتمرين فتح، وباليوم الثاني تمرينين ضغط. بالطريقة هاي بتقدر تعيد نفس التمرين مرتين بالاسبوع، اوزانك حتعلى بسرعة عليه واوزان اعلى عضلات اكبر. معاك 5 تمارين، الخمسة بدهم يكونوا تمرينات قوية واساسية لبناء العضل، ما في وقت للتمرينات المفزكة وعديمة الفائدة. سجل الآن بدورات التدريبية، رابطها في أول تعليق.